ينضم إلينا من الخرطوم محمد مصطفى إلياس الكاتب والباحث السياسي. سيد إلياس، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. تصريحات المبعوث الأممي في السودان إلى ما تؤشر؟ تؤشر لأن هناك إرادة، إذا كانت هناك إرادة للطرفين يمكن توصل لاتفاق لوقف هذا القتال الدائر، لكن بحسب ما رشح من الأهالي الثلاثية وما رشح من الطرفين إلا القوات المسلحة تمت ممثل لها وقوات الدعم السريع تمت ممثل لها للتفاوض. حسب المعلومات التي رشحت اليوم أقرب مكان لهذا التفاوض سيكون جدة، لأن المملكة العربية السعودية كثفت اتصالاتها بالطرفين خلال الأيام الماضية لعقد هذا اللقاء. أعتقد أن الطرفين الآن بإمكانهم الجلوس معا للتوصل لحل هذه الأزمة، لأن البلاد الآن تنزلق إلى حرب أهلية، حرب عصابات، حرب مدن. البلاد الآن عدم استقرار الأمن السياسي والاقتصادي أدى إلى نزوح الآلاف وأدى إلى عدم الاستقرار وأدى إلى مشاكل كثيرة. هناك تعقيدات في المشهد السوداني ستنعكس على دول الجوار، ستنسحب على دول الجوار خاصة في منطقة غرب أفريقيا وفي منطقة البحر الأحمر وفي منطقة الشرقي ووسط أفريقيا. الوضع الآن في السودان يمكن أن نقول عليه وضع هش، يحتاج إلى إرادة، يحتاج إلى جميع الجلوس، لأن الكل خاطر في هذه المعركة. المعارك الدائرة كشفت في خلال الأيام الماضية عن وجود إشكاليات كبيرة تعاني منها البلاد، منها ضعف البنية التحتية التي الهشة للبلاد. يمكن القول أن الإرادة إذا توفرت للطرفان يمكنهم أن يجلسوا مع الوضع. سيد إلياس، هل من المعروف لديك أسماء من استقرت عليهم الجهات المختلفة لتمثيلهم في هذه المحادثات، وأيضا ما الذي يعنيه بعدم تحديد جدول زمني لإجراء هذه المحادثات؟ لا 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 لا, لا أعتقد أن الجيش تم ممثل له لواء ودعم سريع تم ممثل له عميد يمثلون للكتاب، ولكن لم تحدث الجداول حتى الان بمن من الذي سيتفاوض على ماذا، لان التحدي الحقيقي الان كيفيه وقف القتال وعدم الرجوع مره اخرى للحرب. الاتفاق اذا 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 جلس الطرفان وكل طرف اتى بما يريد يمكن الوصول الى صيغه تفاوضيه وصيغه تؤدي الى وقف هذا القتال، لكن ما الان هناك مناوشات من الطرفين، الطرفان كل واحد يتهم الاخر بانه خرق الهدنه، الهدنه للمره الثالثه يتم خرقها من الطرفان، القتال داير الان في مناطق كثيره، الجثث المتكدسه في الشوارع الان الاوضاع. نعم، نحن نتحدث الان ربما عن الهدنه الخامسه، انت ذكرت رتب من سيمثلون الطرفين في هذه المفاوضات، لكن ألا تعرف أسماءهم بعد؟ أعتقد أن الأسماء لم أتأكد منها تماما، لكن أتأكدت أنه هناك لواء في الجيش يمثل مؤسسة الجيش وعميد في الدعم السريع يمثل مؤسسة الدعم السريع في المفاوضات الغادمة. هذه الأسماء طرحت لأن هناك أجندة معينة للتفاوض، كل طرف عنده أجندة للتفاوض وكل طرف لديه أشياء يريد أن يطرحها في هذه الطاولة. نعم، سيد إلياس، ربما ونحن نتحدث عن هذه التصريحات التي خرجت من المبعوث الأممي، هناك الكثيرون من يروا أنه ربما كان له دور في تعزيز فكرة الاصطفاف السياسي وتكريس ربما أو الانحياز لطرف على حساب آخر. هل من كان طرفا في الأزمة قد يكون طرفا في الحل؟ طرف الازمه لن يكون طرف الحل، لان معروف الازمه تم خلقها من منسوبين نظام البنك الاخوان المسلمين، هؤلاء هم الذين عقدوا تلك الحرب، هؤلاء هم الذين سعوا لغياء لهذه الحرب، هؤلاء لن يكونوا طرفا. يمكن الرجوع الى الاتفاق الاطاري واطراف الاتفاق الاطاري التي سعت لوقف هذا القتال وادت بتصريحات وبيانات مختلفه وحذرت قبل نشوب الحرب من هذه الحرب اللعينه. الاطراف المعنيه بهذه الاتفاقيه والمعنيه بانه تكون طرف في
في ايقاف هذه الحرب والرجوع الى الاتفاق الاطاري هي القوة هي الواقعة الاتفاق الاطاري الاطراف التي شكلت ثوره ديسمبر المجيده، لان القوى الحريه والتغيير تمثل عمود اساسي لاعمده الثوره، وهي المؤثر الحقيقي للثوره، لان هناك مطالب بثوره ديسمبر يمكن تحقيقها عبر الاتفاق الاطاري، والاتفاق الاطاري من قامت به اللجنه التسييريه لنقابه المحامين، وتم اعتماده من قبل المكون العسكري. المكون العسكري كان جادا في 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 الوصول لاتفاق وتسليم السلطه المدنيه. نعم شكرا. هناك تدخلات من الاخوان المسلمين الذين لا يريدون لهذه البلاد ان تكون شكرا الكاتب والباحث السياسي محمد مصطفى الياس، كنت معنا من الخرطوم، شكرا جزيلا لك.